دور العلماء يستنبطوا الأحكام من كلام الله وكلام الرسول. ده دور العلماء. يعني إيه بقى تجديد الخطاب الديني؟ هل هنجدد كلام ربنا ونجدد كلام الرسول؟ وما نعمل إيه؟ نشوف إيه الموضوعات اللي الناس محتاجينها في أيامنا. يعني ما ينفعش يبقى إحنا بنتكلم في الذرة ونسيب الموضوعات دي ونكلمهم في الناقة والجمل. أجل الموضوعات التي لا يحتاج إليها الناس واهتم بالموضوعات التي يحتاج إليها الناس. ده تجديد الخطاب الديني. طب مع تغيير في الأسلوب، لأن أسلوب العلماء كان متماشياً مع الزمن اللي هم فيه والناس فاهمة. حضرتك هاجمت أكتر من حد اللي ممكن يكون بيهدف لتجديد الخطاب الديني. أنا هاجمت زي إسلام البحيري، إبراهيم عيسى، هاجمتهم أكتر من مرة. لا أنا ما هاجمتش والله، عمري ما هاجمت. والله عمري ما أعرف الهجوم ده. كلمة قلتها أو رأي قلته عادي جدا. وبعدين حضرتك سميهم زي ما تسميهم، أنا هو نقد. يعني لو حضرتك مش عايز تسميه هجوم فهو نقد. لو عايز الجد، أنا أشرفت على 500 رسالة جامعية، كل رسالة والتانية قد كده، فيها أفكار صائبة وأفكار خاطئة ولغة سليمة. فكرت حضرتك هتقول خائبة على وزن صائبة. وأفكار 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 وأفكار. وأشرفت على قدهم. واحد بهذا التاريخ هيهاجم أي ناس خلقها ربنا؟ اللي عنده حاجة يقولها بس يبقى يعني يبقى عارف هيقول إيه. بس أنا أكره ليا والغيري التلطيش. بس فلما الناس تلطش في كلمات